استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية مساء أمس معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أعمل على صيانة الأموال العامة والمحافظة عليها، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال. وقد هنأ جلالة الملك المفدى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وأشاد بخبرته وكفاءته التي تؤهله لأداء مهام عمله على أكمل وجه، ونوه بإسهاماته في تطوير مسيرة العمل الوطني متمنيا له دوام التوفيق والسداد في الاطلاع بهذه المسؤولية الوطنية لخدمة الوطن والمواطن. وأعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي بذلها سعادة السيد حسن بن خليفة الجلهمة الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية في تطوير أداء الديوان، مشيدا بكفاءة جميع الكوادر والخبرات البحرينية العاملة في ديوان الرقابة المالية والإدارية.